كعادته السنوية، استقبل ديوان الغنام المهنئين بشهر رمضان المبارك، تقدمهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وجمع من الشخصيات والمسؤولين في الدولة والسفراء ورجال الأعمال، ذلك في منطقة ضاحية عبد الله السالم. وتبادل العم عبد العزيز الغنام الأحاديث الودية مع المهنئين، داعيا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم. وأكد أن زيارة الدواوين عادة كويتية أصيلة لم تنقطع منذ مئات السنين، وفي الأجواء الرمضانية تكون لها نكهة خاصة، لا سيما أن المجتمع الكويتي يتميز بالتزاور في هذا الشهر، داعيا المولى أن ينعم على الكويت بالأمن والأمان، وأن يعيد رمضان على أمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.